حاضر. حج بشير عامل مزلقان؟ ايوه يا باشا. انا زين القناوي معاون مباحث المركز. غني عن التعريف يا باشا. ولد الحاج صالح الله يرحمه. الله يرحمه. اتفضل يا باشا. كنت عايز اتكلم مع حضرتك دقيقتين. اتفضل يا باشا. يزيد فضلك. خير يا باشا. خير ان شاء الله. طب مش هنشرب كوبايتين شاي؟ انا يا باشا. انا عايزك حاج بشير تحكي لي كل حاجه حصلت في اليوم ده، ممكن تساعدنا كتير في القضيه. وبعدين انت عارف لعن الله قوما ضاع الحق بينه، يعني لو في حاجه حصلت وخبتها عليا عقابها كبير قوي عند ربنا. استغفر الله العظيم. بص يا باشا، هي عربيه ملاكي واحده بس اللي عدت من المزلجان اليوم ده، عربيه كبيره اللي بيقولوا عليها جيب دي يا باشا، وانا خدت بالي منيها عشان بطلت عند طلعه المزلجان، واني دايما باخد بالي من اي عربيه ملاكي بتعدي، عشان زي ما حضرتك عارف ان معظم اللي بيعدي من المزلجان يا نجل تجيل يا نوري. طيب مش فاكر نمر العربيه دي؟ والله يا باشا بصراحه مش فاكر نمرها. طب اللي كان راكبها واحد لوحده ولا عيله ولا واحد وواحده؟ كان جنبيه واحده بس يا باشا. كمل. بعد ما عدى الدقايق سمعت صوت طلقتين بالضرب، وبعد ضرب النار بدقايق لقيت العربية جاية تعدي بسرعة حتى قبل ما أقفل المزلجان. انت ليه ما شهدتش بالكلام ده حاج بشير؟ محدش طلب شهادتي يا باشا. بصراحة لما عرفت إن الموضوع يخص هتلر الروالة دول اللي خفت أشهد يا باشا. زي ما حضرتك عارف أنا راجل مريض وعندي ولاد. وإحنا في ظهرك وحماك، بس الكلام ده أنت لازم تقوله في النيابة. حاضر يا باشا. هو ده العشاء يا حاج بشير، أحلى كوباية شاي شربتها في حياتي. لو أي ظابط تاني غيرك والله لو كان عمل إيه عشان يخليني أفتح التحقيق في القضية دي تاني ما كنتش هفتح، الا بقى لو جايب لي دليل واضح وضوح الشمس. يعني ما كنتش هقبل باقل من تسجيل فيديو بالواقع اللي حصلت دي. لكن عشان تعبك وعلشان خوفك على شغلك وسمعتك واصرارك انك تظهر الحق وتوضح الحقيقه، انا هفتح التحقيق تاني ولو على مسؤوليه الشخصيه. ده عشان في اخويا مصطفى بيها، يعني هستلم النهارده امر ضبط واحضر مسعد. اصبر على رزقك لما اسمع الشاهد الاول. مصطفى بيه؟ يا مصطفى بيصبر على ايه؟ عامل مزلجان وجبره ويدخل يشهد واستلم امر ضبط والاحضار، وربنا الخط ده اللي هيقفل القضيه دي تماما وهترتاح مني ومن مشاكلي. هاتوا يا سيدي هاتوا.